السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عليكم واش راك السلام. خابة؟ بخير الحمد لله. كيف انت الأخ من مزيان؟ الجزائر؟ لا بس الحمد لله. مرحبا. يعني قلت لكم السلام عليكم. سمعتك سمعتك. ردينا وعليكم قلنا السلام. وعليكم ايه السلام ورحمة الله الله وبركاته. الله الله ورحمة الله الله وبركاته. يسلمكم. أنا راني مخلوع في هذه المقارنة راكم ديروها، شغل انتوما مانيش عارف كيف هي بينتكم. الناس علاه كلهم راكم تقولوا مخلوعين. احنا خير منكم، انتم خير منا، هذه هدراكم تهدروا فيها. ما قلناش احنا خير منكم، لا يا اخي ابدا، ما تغيروش الحوار سمعت هنا. شي واحد اسمع خير اسمع منكم. بت اسمع لا لا انت تقول الديون تاع الجزائر 109، يا راهي المغرب راهي موراها ديريكت 104. احنا ما كنقولكش اخي احنا ما عندناش الديون. اخويا احنا كي ما تقول عندناش عندنا المغرب، ما عندناش الديون وعندنا ديون. استثمارات هذه في البلاد المشكله، وعندنا اسمع يا الخابة يا الخابة هذه المشكله اسمعوني اللي انا اسمعوني، عندكم ساعة اخوانا. كنت انا نسمع هذه لكم. الحوارات لا خلوني اسمحوا لي الله خليني يعاونكم. مع خليني مع الله يهديك، خليني مع خلوني انا انا غادي نعرف نهدر، نجاوبه. اسمع اسمع خليني احنا، نهدر الاخت، عندك واسمعني ساعة نقول راني لك، نسمع اسمعني لك. اسمعني لا لا نقول ما لك، نسمعكش، عندي ولا ساعة اسمع راني نسمع اسمعني ولا فيك. هبط وحده من الجوج، كيفاش ما غتسمعنيش؟ وين اسمعني تهبط نكمل لك، هبط نقول هبطني لك من اشنو الجنة كاين ولا ونتكلم. نهبط؟ ايه هبطني انا، هتهبطني من الجنة؟ وتبقى تكذب، طلعنا باش تبقى تكذب. شنو ما كذب؟ تخليش عندنا 109 احنا، عندكم انتم 104، وين كتنكروا المشكل؟ بان عندكم ديون. احنا ما كنكروش، لا احنا ما انا ما انكرتش، كنكروش انا يا باننا ما احنا انكرتش، هي عندنا عندنا ديون. اي 109. اسمعني نشرح لك، احنا عندنا، احنا كنقول لك بان المغرب عنده ديون، ولكن اخي الديون ديالو دايره كلها في الاستثمارات. احنا المغرب مستثمر حتى في الغرب ديال افريقيا. انتم يا يوه اخي راه عندكم بترول المشكل، والغاز، اين وحنا ماشي المشكل؟ دوله غازيه ولا بتروليه. انتم عندكم بترول والغاز وما عندكم لا استثمارات لا بنيه تحتيه ولا اي شيء. حتى الدوله ما كتبغي تدخل دير عندكم مشروع واحد، ما كاينش، ما كاينش المشاريع عندكم. ونكذبوا على بعضنا، تقارنوا راسكم معنا. احنا ولله الحمد ما عندنا بتروز، ما عندنا بترول، ما عندنا غاز، عندنا بنيه تحتيه، عندنا التنميه. غير المناطق الجنوبيه 7.7 المليار دولار اللي درنا في يا البلاد والله ديالنا، يزيدكم، ونمينا الله التنميه في يزيدكم، البلد ديالنا، فهمتي؟ الله وكذلك يزيدكم. الاقتصاد المغربي في افريقيا، عرفتي شحال ديال المشاريع كاينه في غرب افريقيا؟ انتم بقيتوا محدودين في هذيك المساحه اللي عندكم وما زدتوش لقدام. هذا هو السؤال اللي كيتطرح. ايه اما لما تدير معليش المقارنه مشي اه معاكم في المقارنه، ما كاينش معليش مشكل. معليش، الله يزيدكم خير على خير ان شاء الله. انتم من الاولى في العالم، ماشي التاسعين ولا العاشرين. واخا اه خلينا هكا خلينا من الاقتصاد، معليش، خلينا من ما الاقتصاد، اقتصاد خلينا ولا من الاقتصاد. اقتصاد ولا اسمعني، انا اجتماع نعطيك، ولا وين نطرح عليك بغيت؟ واحد السؤال، نطرح عليك واحد السؤال اطرح عليا مؤخرا. خويا اطرح. ماشي نطرح عليك، انا نعطيك غير التحليل اللي كنت معليش مؤخرا تفضل. كتكلموا على مناورة الدب الروسي بالحدود المغربية، انتوما وروسيا، الجزائر وروسيا. ايه وانت واش غبنك فيها هذه؟ واخا انا ماشي واش غبني فيها، خصك تشوف ما وراء الستار. في نظرك روسيا محتاجة دير دابا شي مناورة عسكرية بما انها في حرب حقيقية في اوكرانيا؟ بصح انت ماك روسي ماك جزائري، شو دخلك في انا هذا الموضوع؟ كمغربي كيهمني الشعب الجزائري. لا، ما يهمكش يا اخي، ما يهمكش، كيما ايه حنايا ما همنا فيكم والو، انت شا همك لا في لا دابا الجزائر؟ شوف والله يلي نحكمه ماني طالقه، قالها تبون جبدتو النحل. شتي ملي كتكون واحد الشهدة النحل راسي وكتمشي تخرمز فيها، غير وجد راسك يعضك النحل. واش انت يا من الشعب الجزائري؟ واش يا من الشعب الجزائري جدونا والله الا مقهور جدونا، ولا اللي شابع فلوس؟ انا راه ماشي بحال هذوك، نبقى نقول حق المؤامره كي نديرها على الشعب الجزائري. انا هنا غادي نجي نعري النظام ديالكم. مقبله معاك اه، هذا واحد يكون هذا مشكل جزائري، انت يا مغربي واش دخلك فيها؟ يا ودي اجي نقول لك، واش باغي ترجع للاحداث ديال الخمسينات والربعينات اللي دارت فيكم فرنسا التجارب النوويه؟ يا ودي تاريخكم والله ما يرحم، غير خلينا عارف من اللي روسيا جايه المقارنات. دير فيكم التجارب النوويه ولا ما عارفهاش؟ ايه كانت بلاد محتله. دابا 2022 ولا 2023 غتبدا فيكم التجارب النوويه من طرف في الجيش ايه معلش عارفه. معلش انت يا كيف عرفت هذا الصوالح؟ معلش معلش التجارب النوويه. لا ما على بالناش حنايا، غير انت اللي على بالك. واخا دابا حنا غادي نحلو غير منطقيا، انتوما روسيا كدير معاكم، راح دير معاكم واحد المناوره ديال الدب الروسي، وانتم كشعب جزائري فرحانين به. في نظرك هاد المناوره اللي هي كتكون عباره عن تدريب الجيش وتجربه الاسلحه وكذا الى اخره، يعني روسيا راه في حرب مباشره مع اوكرانيا،
كيفاش جاية دير مناورة في الصحراء المغربية؟ وهذيك انت راك مسميها حرب روسيا على اوكرانيا. علاش 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 نقول لك واحد المسألة باش عرف، علاش فرنسا جات دارت تجربة نووية ديالها في الحدود المغربية في الشعب الجزائري؟ علاش؟ لأن أحسن منطقة للتجارب النووية هي شمال إفريقيا. وروسيا دابا منين فشلت في الحرب ديالها مع أوكرانيا بقى لها حاجة واحدة هي أنها تضرب النووي، جاية دير فيكم التجارب النووية ديالها، غتجرب النووي باش ما تفشلش في الاستخدام ديالو كيف ما دار هتلر العام اللي دار ضرب النووي وما جربوش فشل فيه، جاية ديروا عندكم انتوما في الصحراء ديالكم باش تقتل الشعب الجزائري. هذا منام راك نمتو البارح. هذا منام راك نايمو البارح يا ودي. تبون عنده شي كونت، تبون عنده تليفون بألف درهم، تبقى تحمق لي براسي. هذاك تبون ديالكم لو بغينا نجسو عليه نجيبوها واحد في الابتدائي راه غيقول لك شنو هذا. راك غلط يا ودي، راك غلط يا الاخ، راك عطيني شي تفسير، راك غير تسكر. قولوا باننا حنا دوله كتجسس وعندنا البيجاسوس، يا قلتوها ياك انتم اللي اعترفتوا بها. ما عرفت هاد الاخبار بالبيكاسوس ولا بالجاسوس؟ عرفتي نقول لك اودي ترونسفير ولا شنو سميتك غتهبط عليا انت، محيت غدا من غدا قتلاتك روسيا، ما تقوليش حقه ما حقه، انت يا راك شاهد قتلاتك روسيا سير تموت. حنا كنقولوا لك التجارب النوويه جايه فيكم وانت تقول لي حقها معليش. ايوا غدا جو حمقوني الشهداء، الشهداء يا جرب في راسك قول لي الشهداء. تحياتي سي شكري، مرحبا. اهلا سي شكري. السلام عليكم سي امير للاتهام. تحياتي خويا شكري العزيز، مرحبا. سلام على الاخوان اللي معنا، الله يهدينا. امين امين يا ربي. كنت الله يهدينا، كنت الله يهدينا. نعم واخا كنسمع لك مزيان سي امير، انت والاخت ديالي يعني استمتعت بالحوار ديالكم مع اشقائنا. انا معكم، تفضل اخويا. مرحبا. اطلق الصوت اسامه، لا ساليسي الهضره ديالك، خلينا نطلعوا اللي غادي يناضل مع ولا على ولاد بلاده. اخ نهضر تليفون دقيقه نجي. عم باغي شي نقول لك عفسه وين راني حابط، اقسم بالله عم باغي. انا علاه طلعت من الاول كانت فارغه الكاس، طلعت انا قلت لك تهضر على قلتك تهضر على كوب ديمون. لا 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 ما كنهضروش على كوب ديمون، انا اصلا الكره القدم ما عنديش معاها. انا داير المنتخب ديالنا بالتوفيق وانتم دعيو له بالتيسير ديالكم. دقيقه خينا المره واحده اخرى يربح، ما علينا. حنا لا نسيس الرياضه، حنا لا نسيس الرياضه. صبر يا نهضر، كي طلعت كانت فارغه عن بالك تهضر على كوب ديمون، كنت نقول لك ان شاء الله تروحوا لبعيد والجزائر كاع تسيبورتي المغرب، لقيتك تهضر على السياسه وصلنا لهنايا. الله يجازيك بخير على الكلوب وعلى فهمت. اودي دابا انا راه بغيت غير كنشوف كيفاش دابا الجزائر كتخطط واحد المخطط بانها غادي دير انقلاب مع الرئيس السابق الموريتاني على ولد الغزواني. ما فهمتش هذا الشيء. هذا ولد الغزواني شكون هذا؟ واش بسبب ان ولد الغزواني طرد المرتزقه ديال البوليزاريو ولا شنو هو السبب؟ ولا ديك الاعمال الارهابيه اللي كانوا كيديروا، ديك العلاقات ديال تهريب الاسلحه والمخدرات والكوكايين وداك الشيء اللي كان كيدوز في المناطق العازله كيف كتقولوا لها نتوما، وداك الجنسيات ما بقاوش خدامين، وبسبب الازمه ديالكم الوعود اللي ما عطيتوش لولد الغزواني، ها معبر ديال الصيد البحري، ها طريق السريع الزويرات، خليتوا له كل شيء على راسه، حبرون على ورق والشعب كيطالب. ما فهمتش انا علاش دابا كتقلبوا باش النظام ديالكم يدير انقلاب على ولد غزوان، شنو هو السبب؟ ايوا انت ودي اسامه راه خصك تهبط تقرا التحضير يا صاحبي، انا راه مازال كنهضر معاك وقيله راك مسطيه، هبط لتحت خلي الناس اللي فاهمين باش يتكلموا. انت ما كاين شيء، نبقى نهضر معاك حتى ما فهمش ولد غزواني شكون هو. عاد بالك شي واحد كيبيع لي قامه في الجزائر ولا شي حاجه. السلام عليكم. وعليكم السلام. خير اخوت، لاباس عليكم؟ الحمد لله. الحمد لله. الله خويا رشيد. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يعطيك اخويا. واش الشعب اللي كتقول لي راه غيديروا يجربوا فيكم النواوي وما عارفش شنو هو النواوي؟ انت كيفاش غادي العقل؟ هما ما عرفوش يصنعوا حتى كمامه هي الاخرى ما عرفوش يصاوبوها، عاد غيكاليو على سميتو. انت خلي بنادم هذوك خاص ماشي يجربوا في النووي، خاصهم يجربوا اكثر من النووي. الرئيس عبد المجيد تبون، الرئيس
الرئيس عبد المجيد تبون باش يحمي راسه من 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 محكمه العدل الدوليه ومن الاتهامات اللي دارت عليه امريكا هو والجنرالات ديالو، ماشي غير يدير تجارب نوويه في الشعب ديالو، راه يقتلهم يدير لهم اباده جماعيه. وراه بدا دابا بمنطقه القبائل، راه 13 قبيله مصنفه بانهم جماعات ارهابيه في الجزائر. التدبير ديالها شي روسيا والله الا التدبير ديالها هي هادشي، الاستراتيجيه اللي غاديه بها هي هادي، خاصها تجرب في هذاك الشعب ما عارفها مكلخ صافي، خاصها تجرب في هذاك الشيء وصافي وديالها. اخوان اخويا كمال ملقات الاخوان غادي يعني سايق الطوموبيل عندي شويه صداع غنخلطوك. يلا اخويا شكرا اخويا العزيز. الخوت شبان لكم نطلع لكم داك الحرطاني نغسلو له وجهو شي شويه، راه توسخ بالغبره. شنو بان لك السي شكري واش بانت لك لالا سيها؟ يعتذر المغاربه الاول ملي كانوا شعبا نطلعوا يعتذر عادي يقول الكلمه ديالو، لا يكتب الاختبار ولا يعتذر السلام عليكم السلام. المهم نطلعوا نشوفوا الاعتذار ديالو، وديك الساعه الا بغاش يعتذر عندي انايا ليه الرقيه الشرعيه، ديك الشيء المرتزقه عندي معاه. وعايزين نعتذر للملك، شو نقول لك؟ فوك اوف الملك، فوك اوف الملك المملكه المغربيه. دابا انت غتوصل، دابا انت غتوصل للملك انت وجهك المغربيه بحال الصباله. يلا هبط هبط البغا المستوى ديالك. يلا هبط 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 الكلب والله نعلبوك الكلب عوض الحمار صافي ما تزيدش بيع وشريه. انت سمحت لي اخويا امير الزعماء امك الملك يا عوض الحمار الله يعلم امك الوالدين. نعم اذا هذا انتصار، هذا انتصار لنا احنا. بلا ما تسب الله يعطيك السر اي طيحوا لنا اللايف. الله ينعل الوالدين امو يعيرنا. لا 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 بلا سب انا خير رشيد، انا شوف رشيد احترمني غير انا معك الله يعطيك السر بلا سب الله يستر عليك. الكلام طايح اختي راه كنعاير لامو الوالدين صافي اخويا صافي. حنايا شوف حنايا مربينا خير عليهم الله يسترك فهمتي. خلي شكري يتكلم. الله يحفظك اخي رشيد. نعم نعم تفضل اخويا شكري. هذه الاخلاق ديال بوليزاريو هي هذه الاخلاق ديال المدرسه ديال الكبرانات، هذه الاخلاق الفاسده كياكدوها دائما في البثوث المغربيه الحمد لله، واللي هي منابر ديال الفضح هاد المخلوقات هذه، فأصبح العالم يعرف قيمتهم. ثم إذا كان كفار قريش سبوا الرسول صلى الله عليه وسلم، قريش أساءوا للرسول صلى الله عليه وسلم، فعادي جدا أن أحفاد كفار قريش يسيئوا لحفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو محمد السادس الله يحفظه لنا. إذا هذه هي المعادلة. نرجعوا لواحد الموضوع أخويا أمير اللي هو مهم واللي ربما ما كيعرفوش بزاف ديال الناس، وهو الخطه الجهنميه لاطاحه شنقريحه لاطاحته ولتصفيه الجناح العسكري الروسي. وايضا هناك معلومات مسربه اللي كتقول على انه سيتم تصفيه شنقريحه على طريقه القايد صالح، لان فرنسا يعني تعمل مؤخرا على السيطره، على اعاده السيطره على مصالحها في الجزائر، وليتم ذلك عليها تصفية الجناح الروسي بقيادة شنقريحة. الآن نزار وتوفيق مدياب وجبار مهنا يعملون على تحقيق هذا الهدف. ومن بعد ما فشلت العملية الانقلابية اللي شاركوا فيها 6 ديال الجنرالات، زوج منهم متقاعدان، وبالتعاون وبالتنسيق مع بوعزة واسيني اللي كيتوجد في السجون الان، واللي كان هو الرجل الثاني في عهد القايد صالح. شكري طيروه شكري السينيالاو كشكري السينيالاو شكري. شوف شكري واش داروا لك البان ولا غير نزلوك؟ هي كانوا غير نزلوك واللي دير دوموند شي معليش نشوفو شكري. يا امير هو تعرف اللي ان هذا نعم الموضوع خطير جدا، وهذا الموضوع يعني اخطر موضوع بالنسبه للنظام العسكري الجزائري اللي ما خصوش يخرج للعلن واللي ما كيبغيوش يناقشوا فيه. هذا خصكم عارفوا خويا امير، وخذوا كماده للحوار وناقش هذا. دونك قلنا
ان جبر مهنا توفيق ونزار او توفيق نعم ونزار يعملون على تصفيه شنقريحه على طريقه القايد صالح. اللي كيعطي الخطه طبيعه الحال هو نزار وتوفيق، واللي كينفذها هما الجنرالات حتى هما الجنرالات اللي هما تابعين للجناح الفرنسي. عمر اللي خلينا نشوفوا بعد هذا عمر نعيمي هذا راه منين طلع وهو السيني الخدام. عمر كتسمعني؟ لا يا كمال انا صديقك عمر يا رجل السوري اخي السوري هذا عمر السوري اللي كان كيطلع معاه. اهلا عمر تحياتي. اهلا عمر بدلتي اللوغو تفضل اخويا شكري. مرحبا بالاخ السوري وتحيه للشعب السوري الشقيق. قلت على ان بعد تصفيه شنقريحه سيتم تعويضه بسعيد بي. سعيد بي هذا اللواء او هذا الجنرال اللي يقبع في السجون ايضا بتهمه الثراء غير شرعي واللي عطاه تقريبا 15 سنه. وتبول كان باغي يخرج هذا سعيد بي ولكن عارض شنقريحه بشده ولم يوافق على اخراجه من السجن لانه كان يعرف انه ينافسه وانه يعني الشخص ربما انه ياخذ المكان دياله. اذا هذا الموضوع هذا هو السبب ديال الانقلاب الفاشل اللي كان قبل القمه، وكذلك الشنقريحه والسياره الشنقريحه اللي قبل يومين على عقد القمه في الجزائر تعرضت لاطلاق الرصاص، واللي ومن بعد ذلك انتحر الجندي اللي اطلق الرصاص على سياره شنقريحه انتحر. اذا هذه الاحداث هي لن تقف عند هذا الحد. المؤسسه العسكريه هي مقبله على تغيير جذري على راسها سينتهي بالاطاحه بالجناح الروسي وتصفيه شنقريحه على طريقه القايد صالح. دونك انا عطيت هاد الملخص هذا وانا مستعد للحوار مع اي واحد بغى يحاورني في هذا الموضوع. معليش تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. دونك اخذ بكل في المعلومات انه الدول صعبه في الجزائر، الدول العميقه صعبه في الجزائر. فتعرفوا واحد المعارض جزائري من سنين هو 24 سنه ولا 25 سنه هو يقول لا ممس ارجعوا شارك نتاعو الاخبار نتاعو، ولكن غير ما كان والو مباشره هو يعطيهم معلومات غلطه باش لتحريك انه من الامور في الجزائر ثابته الحمد لله. وعلى ما يبدو ان العدوى انتقلت للمغرب، يعني الان في المغرب كاين صراع في القصر يعني بين جناح ولي العهد ومولاي رشيد. فالعدوى بما اننا جيران يعني ممكن اصابشكم في القصر يعني. فاليوم كاين صراع بين الكلون تاع خويا كريم. بغيت نزلو ولكن يقول لك غير حقرناه، هذا خليه يقول الكلمه ديالو حنا يلاه ديالنا. ما فيش السب ولا شي حاجه. ماشي سب انا سياسيين. لا غير على السينيال ناس كنثق بهم قال لك انت كتسينيالي. معليش عندك دليل على كلامك؟ دليل على كلامك بينما احنا عندنا دليل انك كذب الكلام اللي كتقول. انا احنا عندنا دليل كذب الكلام اللي كتقول. عندنا كلام شوف الخزعبلات لا نقبل الخزعبلات والطرطرة الفارغة لا نقبلها. الخزعبلات والطرطرة الفارغة ما عندنا ما نديرو بها. حنا عندنا الدليل بان هادشي كلشي كذوب وبروباغندا كديروها على الملك ديالنا. حنا شفنا بان الأسرة العلوية كانت في الذكرى ديال الذكرى ديال الحسن الثاني الله يرحمه. كذلك شفنا شحال من مره الملك ديالنا طلع وكان معاه مولاي رشيد في الجانب ديالو. شوف الأسرة الحاكمة الملكية واحد الأسرة اللي مع بعض وما عندهمش مشاكل، فما تبقاوش تجيو هنايا تبقاو تقول لنا الكذوب تبقاو ديروا داك التخربيق ديالكم. فهمتي خويا كريم؟ يمكن لك تشد الكاميرا محيت راهم كيسينيالي واخويا على حساب اللوغويات اللي موراك. شكرا خويا كريم العزيز. وسبحان الله الحاجه الوحيده اللي كنشوفها الاخوان هو ان هاد الناس قتلهم غير الملك، قتلهم غير الملكيه في بلادنا.
راه عرفتي ما بغيت ولو مره نشوف شي جزائري يطلع ويقول لنا الحكومه ديالكم وزير الخارجيه ينتقدوا، ينتقد رئيس الوزاره، ينتقد وزير العدل، ينتقد عباد الله، ودائما كيمشيو غير للرمز للبلاد. لهنا كيبان بان كاين واحد الحق دافين. تفضل سي شكري. سي العزيزه لو سمحتي لي، شوف خصك تعرف لان هذا مجرد اساءه تخترقت وقتها فقط من بوابه الكترونيه جزائريه فقط باش نحولوا النقاش، لانهم كيخافوا كثير من هذا الموضوع الاخت سهام. فاكيد انه رد الاساءه بواحد الطريقه، يعني انا عطيت معلومه مسربه فهو قال نفس المعلومه معكوسه، ولكن هي فقط يعني من اجل الاساءه فقط لا اساس لها من الصحه. هذا الامر هذا هما كيعرفوا بانهم هذه راه 60 سنه هما كيحاربوا الملكيه و60 سنه هما كيسيئوا الملكيه، ولكن ما استطعوش انهم يحقوا المكر ديالهم والهدف الشرير ديالهم، لانهم كيعرفوا لهم يقين على ان هناك تلاحم قوي بين الشعب المغربي والعرش العلوي المجيد الى ان يرث الله الارض ومن عليها. فهذا واضح ديالكم. نعم هما يعني الملكيه تحاربت في عده اماكن في العالم واستطاعوا انهم يحاربوها، ولكن في المغرب راه ما يمكنش وما يستطعوش الى ان يرث الله الارض ومن عليها. اذا الموضوع ديالنا نركزوا عليه والله العظيم خويا اكيد أمير اكيد هذا الموضوع ديال الشنقريحه هو موضوع حقيقي. وثم ان المعلومات التي تصلنا هي معلومات يعني تصل للعالم وفي متناول العالم، باش تعرفوا علاش او تقولوا تطرحوا السؤال علاش رئيس المخابرات الخارجيه رئيس المخابرات الخارجيه الجزائريه تم اعتقاله. لما اعتقل وجهت اليه تهم ثقيله على انه يسرب معلومات لجهات خارجيه ولاشخاص مثل هشام عبود والامير ديزيد. يعني هذه المخابرات الجزائريه وتقرير، وهذا يعني الكلام رسمي اللي نشروا حتى الاعلام الجزائري الرسمي، يؤكد على ان المعلومات الحساسه اللي كتتعلق بالنظام العسكري الجزائري واللي كتتعلق بالمخابرات الجزائريه هي في متناول الجميع. فملي يكون رئيس ديال الجهاز رئيس المخابرات الخارجيه الجزائري يعني هو نفسه كيسرب هذه المعلومات، اذا اللي انتحت منه غادي يعملوا. يعني هذه المعلومات هي في متناول. ثم احنا عندنا اصدقاء وعندنا رابط دم في الجزائر وعندنا اتصال مع اخواننا الجزائريين ومع اصدقائنا الجزائريين سواء من داخل الجزائر او خارج الجزائر في فرنسا او في دول اوروبيه اخرى، كيمدونا بمعلومات اللي هي صحيحه واللي كتثبت صحتها ايام او اسابيع من بعد ما توصلوا بها. تفضل خويا امين. نعم قلت لك بالنسبه لهذه المعلومات اللي كيجيبوا هاد الجزائريين ويقول لك الملك النظام كذا انقلاب هادشي اللي كديروه دابا في اللايفات ديالكم كتامروا علينا به بزعما انه غيضرنا، حنا ما عندنا حتى شي حاجه ما كتخبى، كل شيء فوق الطبله. ثاني حاجه حنا عارفين الكره ديالكم انتم الاسره الملكيه وعارفين الكره ديال الجنرالات ديالكم والرؤساء ديالكم الاسره الملكيه واللي على راسها هي القمه الملوك المغاربه عند الشعب ديالهم واللي كيخرجوا كاع الملوك المغاربه امام الشعب ديالهم في اماكن عموميه وكيلقاو دائما هتاف واحد الله الوطن الملك. كيشوفوا الجنرالات ديالكم هادشي هذا وكيحسوا كيحسوا بالفقصه، كيحسوا بالغيره بالملوك المغاربه مع الشعب ديالهم اللي عكس النظام ديالكم الرؤساء ديالكم كاملين ابدا شي واحد خرج لمكان عمومي وواجه الشعب ديالو وشكروا في الوجه ديالو ابدا. وحتى هذا عبد المجيد تبون خير دليل، حتى خرج ما دارها امام الشعب ديالو وكل شيء كيضرب فيه وكيسبوه هادشي راه كيشوفوه كيوصلهم. المساله الثانيه هو كيفاش ان مالك محمد السادس كيصغر الرؤساء الجزائريين وبمن فيهم هذا عبد المجيد تبون، عنده 12 قصر في جميع انحاء مدن المملكه، كيف كيعيش في القصر اللي بغى، والرؤساء ديالكم انتم عندهم قصر واحد اللي هو قصر المراديه وكيقولوا بانه ما كيسمحوا لهمش حتى انهم يسكنوا فيه حتى عبد المجيد تبون.
كيقولوا بانه عنده واحد السوق واحد الشقه صغيره في الجزائر. يعني هذا الحقد كيربيوه فيكم النظام ديالكم عن طريق الدوبه الالكتروني ديالو باش ما كتوليو تحقدوا على الملوك المغاربه وكتدخلوا عندنا لهنايا كتبغيو تركبوا ديك الحقد ديالكم فينا حنا كشعب مغربي. كتلقاو المعارضه دائما لان المغاربه كيحبوا مالكهم، لذلك كتوليو تكرهونا عن غير قصد. كتكرهني عن غير قصد، علاش كتكرهني؟ كنبغي انا مالكي، شكري يبغي مالكو، هاد الشعب كامل كيبغي مالكو. انتوما خويا حنا ما كنمنعوكمش تبغيو رئيسكم، داكشي كيجيب القناعه. سير اخويا لا تجي تقول لي سؤال. عندي غير سؤال، بعد انضمام الجزائر الى منظمه البريكس حطت الملف تاعها. لم يقبل الملف بعد. اسمعني ما تمررش مغالطات. وضعتوا ملف رسميا وضعتوا ملف، ولكن لم يقبل بعد، لان كاينين دول اخرى او ما عندهم الملف. كاينه المملكه العربيه السعوديه، كاينه تركيا، كاينه ايران، كاينين دول اخرى اللي طالبين تاهما الدخول الى البريكس. والبريكس اخي راه فيه تصويت. كاينين خمسه ديال الدول، ماشي روسيا او الصين اللي كتحكم في هذه المجموعه. كاينه مجموعه فيها خمس دول، كاينه البرازيل، كاينه الصين، كاينه روسيا، كاين جنوب افريقيا، وكاينه الهند. اذا الى غير جوج صوتوا وثلاثه ما صوتوش فما كاينش الدخول الى البريكس، فهمتيني؟ هذه ما تجيوش حنا تمروا علينا مغالطات وتقولوا لنا لا اشنو رايكم. راه حطيتوا الملف، باقي الملف في الدراسه وباقي التصويت ما كاينش. وزيدك واحد القضيه، باننا اكتشفت مؤخرا بان جنوب افريقيا تعرقل العضويه ديال الجزائر في مجموعه البريكس. هاد جنوب افريقيا اللي نتوما كتقولوا بان واحد الحليف ديالكم وصديق ديالكم وكيأيد معكم داك الطرح ديال بوليزاريو، وانتوما كتظنوا بان صديق، بينما جنوب افريقيا كتشوف المصالح ديالها، كتشوف بان هذيك القضيه ديال انها كتايد البوليزاريو بانها باش ما كتخليش المغرب يكون واحد المنافس قوي في افريقيا. انتم باقين كتعقلوا على الربعينيات والخمسينيات، واستياده صاحبي باك صاحبي عمي صاحبي، والناس مشات الدول مشات في المصالح. سمعتي؟ ما تجيش تكذب علينا. انا ما قلتلكش انضمام، انا قلت غير حط الملف. قلت لك غير حطينا الملف تاع منظمه البريكس، يرفض ولا يقبل هذا الشان تاعهم. انا بغيت غير نسقسيكم بشان الملف. انا غير جاوبتك. وانا ثاني انا بغيت نسقسيكم تاع الملف اللي حطاته المغرب لانضمام الى منظمه صدقه بعد تراكم الديون من البنك الدولي. واخا انا نقول لك واحد، ورا انت الديون اللي عندك راه ما عندك شي دوله اخرى بلد البترول والغاز، وعندك ديون داخليه وخارجيه، راه انت اللي خاصك تستر راسك. وخاصك تستر راسك، عندك ديون. النقد الدولي فضحكم وقال بان دوله الجزائر المنكوبه عليها ديون خارجيه ب 109 المليار، وعندكم ديون داخليه ب 209 المليار. راه انتم اللي منكوبين، وعندكم الغاز والبترول، فضيحه. انتم ما خاصكمش تهزوا الراس وما تديو ما تتكلموا. تفضل اخي كمال، اسمح لي. انا هضري لها منظمه صدقه مع الدول. شكري. انا شبعان منك في الليل في النهار، انت راني شبعان منك في الليل، انا شبعان منك. كمال هذا شكري. لا هذا والله ما راهم يتفرجوه كاع، صاي شكري فاتو. غير هذا. ولكن اللايفات ديالكم دليل، اللايفات ديالكم دليل كلهم على شكري خفاش الليل. طلعوا لابس كمال سهام. لا شكري اللي يطلع له في الليل. اسمعني، شكري اللي يطلع له في الليل 4 تاع الصباح غير سكايري هذو تاع الجزائر، ما يقوم يديروا يطلعوا عند شكري. هو تبون بيدو سكايري عادي عادي، يعني هذو كيطلعوا لك المهابيلتهم. انا قولي الرئاسه تطلع معنا وصافي، الرئاسه بنفسها كتوجد معنا. انا تكلموا لي غير بصحتكم، سيروا البريكس. ولكن اسمعني مهدي، اسمعني، قال لي منظمه صدقه قايت تدخلوا لنا. انا نبغيو لكم البريكس، ولكن خصك تعرف عندي ما ندير به البريكس. الفضاء تنزلوا، لان النظام العسكري مهدد بالانقسام ومهدد بالزوال. عندكم صراعات داخليه، عندكم صراعات بين الاجنحه، الجناح الفرنسي ضد الجناح الروسي. قلنا ان الزهر ومديان وجبر مهنا يعملون على تصفيه شنقريحه على طريقه القايد صالح. يعني تمشوا للبريكس، تمشوا للمريخ، تمشوا للسودان، غادي تنزلوا. اسمعني، غادي تنهزموا. لان هضر لي على البنك الدولي ادراج المملكه المغربيه في الخانه الرماديه.
من بنك الدولي هضر لي عليها. راه الخانه ديال البروفيل ديالك اللي رمادية وبان لك العالم كامل رمادي. نزل نزل والله اصبر نقول لك غير واحد المساله. غادي تقول لي شنو هو السبب وخليني غير نتكلم معك. غاتقول لي شنو هو السبب ديال عبد المجيد تبون باش خرج كيسبق من مصر في مؤتمر المناخ كيسبق وانت غتفهم اذا كنت ذكي وانت غتفهم. والله لا توحش الجزائر هذاك ولد بلاد توحش الجزائر جاك يا ودي خرج لها مع 12 نهار ورجع كيسبق لها في 8 د الليل. قول لي قول لي شنو هو السبب. نقول لك شنو هو السبب. انا اللي شفتها شفت الامير تاعكم ام محمد السادس مع هذاك ودابا اسمان واسماني اسماني نقول لك انا نقولها لك انا نقولها لك من هنا احنا مع اسرائيل وانت اش دخلك اش دخلك. لا العياش نمشيو نطبعوا حنا نطبعوا حنا تاع مع قريش انت اش دخلك. العياش انت مع يهود بارك انت اش دخلك. العياشه واش دخلك. العياشي هذا شنو شنو انت كرغولي حركي الحركي الحركي. اسمع اسمع الحركي اسمع نقول لك واحد القضيه. اسمع اسمع الحركي نقول لك واحد القضيه. اخبارك بانك انتم الشوهه ديالكم وزير الخارجيه ديالكم في القمه العربيه. اسمع الحركي اسمع اسمع الحركي في القمه العربيه في القمه العربيه وزير الخارجيه والصوره كبيره مع من واقف وقف مع مصور مع سفيره ديال امريكا ومصور مع الاسرائيليه صاحبه النظريه ديال اتفاقيه ابرام مصور معها وفرحان بها ومستضيفها. الاسرائيليه اللي هي خدمت على الفكره والنظريه ديال 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 التطبيع مصور معها السي العمامره وفرحان بها وكيتباها بالصوره ديالها والصوره ديالها راه متواجده في الفيسبوك في الصفحه ديال وزير الخارجيه ديالكم العمامره. اسمع الحركي اسمع نقول لك واحد القضيه. حنا بلادنا بزاف عليك انا نقولها لك ولا غتطلع تناقش شي موضوع منطقي كيفهموا العقل واللي كيمشي اسمعني اسمعني واللي عنده المصادر ديالو حقيقيه. اما ديك الهضره ديال 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 الزنقه ولا وانتوما وعندكم وعندنا جبنا المصادر اخي. دوله البترول والغاز دورة البترول والغاز اولا عندكم ديون داخليه وخارجيه. انا راه حاجه وحده اللي ما بغاش تفهم ليا ويا ريت يطلع شي واحد غير يشرحها ليا. انا ما فهمتش بان جبار مهنا تحكم عليه بالسجن ومن بعد كيخرج من السجن وكيدخل في دوالي بالحكم. انا هذه ما بغاش تفهم ليا مره. حنا شوف انا ما بغاش تفهم ليا انا ما كرهتش تشرحوها ليا اخوتي. اسمع نقول لك واحد المسألة عادي باش تعرف منظمات ما منظمات وانت غتعرف علاش. وانا غنقول لك وخليني غير نقول لك باش ما نهضرش مش عارف غادي تقبلوا لهم وخليني غير نقول لك فيها الكونغو وتخليني ولا ما غتخليش. واخا واخا دابا انت منين كتهضر هكا غادي نسولك اين هو الحليف ديال جنوب افريقيا معاكم. واش عرفتوا بلي جنوب افريقيا كتستغل لكم انتم كجزائريين؟ لا لا جنوب افريقيا استقبلت. ولاش جنوب افريقيا تحفظت من المطلب ديال الجزائر استقبلت. كتضحك عليهم. استقبلت ابراهيم غالي بزاف علينا يا ودي. استقبلته غير حيت راه كتضحك عليكم. معليش استقبل ابراهيم غالي بزاف علينا. اجي نقول لك عارف 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 الدول اللي في شمال افريقيا شكون اللي عندهم اكثر صادرات العالم الاوروبا عارفهم شكون ولا؟ كاين مصر وكاين المغرب وكاين جنوب افريقيا واكيد كتكون المنافسه بين ثلاثه الدول. لذلك جنوب افريقيا كتقوم باستغلال الجزائر باش تضغط على المغرب وتبقى تخلي الخلافات بين المغرب والجزائر باش المغرب يتشغل في هذه المشاكل الخاويه وما يبقاش يدير الصادرات ديالو. لذلك منين جات المصلحه ديالكم مع جنوب افريقيا وبغيتوا تدخلوا المنظمه البريكس هي تحفظت. قالت لهم لا. قالوا لها علاش؟ قالت لهم هذيك الدوله ماشي اقتصاديه خزون المحل القومي ديالها 260 مليون دولار وهذه منظمه اقتصاديه فيها فيها الميزانيه ديال ربع العالم وجاي تدخل. بطلت احسن حتى الهضره معك حرام وحش الله والله تيحاسبني سيدي ربي على اللي كنهضر معك انت. هبط 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 ما تقول لي ما نقول لك هبطلت احسن حتى راه غادي نتحاسبوا على هذه الربع ساعه اللي ضيعنا معك. يا امي اذا سمحتي لي شوف اللي الطريق اللي طلعك هبطوا باش يتربى وما غاديش يقطعوا. ما عطيناش الكلمه للاخ عمر ربما يسمح لينا. تفضل اخويا عمر نعيم. تحياتي للمغرب وعاش الملك محمد السادس وتحياتي لك اخويا كمال واختي سهام واختي اخويا شكري. مرحبا اخي. بنقطه
في نقطة بس نحب نخبرها، هذا الموريتاني المعاق اللي كان عندك كان في لايف من شوية، هو واحد انفصالي واحد كرغولي واحد فلسطيني يتكلموا على الانفاق النفقة ده لبيت القدس النفقة، قال انه المغرب عليها 500 مليون دولار دين وسيرفعون عليها دعوة. انا بحثت على الموضوع من شوية، طلع المغرب هو ثالث اكبر بلد داعم للصندوق، صندوق بيت القدس، وما عليه ولا دين. حتى هو الجزائر عليها 25 مليون دولار دين داعما للقضية وعليها ديون لبيت القدس. الدولة الأولى السعودية، والدولة الثانية قطر، والدولة الثالثة المغرب في دعم هذا الصندوق. خويا عمر نعيمي اللي كيقول لك هما البنك الدولي غادي يدير دعوة بالمغرب على القرض ديالو وكذا، راه غير البارح وزير المالية خرج بواحد التصريح قال بأن البنك النقدي الدولي غيعطي للمغرب 500 مليون دولار باش غادي يدعم القطاع ديال الصناعة عندنا هنا في البلاد، لذلك اعطاتو 500 مليون دولار. وهاد القطاعات اللي غادي يدعمهم هي بحال المستشفى ديال بنو سينا، ما غيبقاش كيف كتشوفوا غادي يولي عباره عن برج، غيولي مستشفى عالمي سامي، واحد يجي استقطاب الاطباء والاكاديميين اللي كاينين في اوروبا يجيو للمغرب يخدموا، كيوفر فيهم جميع الوسائل ومجموعه ديال المشروع، يعني حتى الطريق السريع والبنيه التحتيه كلشي غيتصوب المغرب، غيولي كي بحال اوروبا واكثر من اوروبا في البنيه التحتيه ديالو. لذلك البنك النقد الدولي اللي غيدعي المغرب غالبا حسنا باش غيعطي للمغرب 500 مليون دولار، هادو كلام الهرطاقه، وخليه مسكين يبرد على راسو. والاختناق الاقتصادي وصل في الجزائر ترتفع حتى 73% من الصادرات، ما بقاتش حتى حاجه كتدخلهم، ولاو هما ما يعطي، ما بقاتش حتى شي ضمانه باش غادي يعطي هذا البنك النقد الدولي لهاد الجزائر شي درهم، كاينش ضمانات. حتى الصادرات الغازو البترول مربوطه ببنود بينها وبين اسبانيا وبين امريكا وبين ايطاليا وبين فرنسا، شنو بقى لهم؟ كل شيء عندهم فيه نسبه ديالهم، يعني خاص تجي امريكا الا بغات شي كريدي تجي امريكا تسني لهم، تجي ايطاليا تسني لهم، تجي اسبانيا تسني لهم، اش غتعطيهم؟ زولوا عمر اللي كيقول بان البنك الدولي راه كيعطي الكريدي غير هكاك، راه هذا احمق ولا خارج من السبيطار ديال الحماق. حنا شفنا غير مؤخرا واحد اقرب مثال هي ان تونس طلبت قروض من البنك الدولي وما عطاهاش. علاش ما عطاهاش؟ الا كنتوما كتشوفوا بان هذا البنك عاي كتجي وتعطي الفلوس غير هكاك لله في سبيل الله، فانا كنتمنى ان هذا البنك هذا تعطي لتونس، لان تونس تعيش ازمه. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام سليمان، ندير واحد المداخله باش قبل ما تبدا. بالنسبه فاش تكلم هذاك الجزائري قال لك المنظمه ديال صدقه خصك تعرفها ديال الجزائري، الجزائر هذه مده ديال 20 سنه وهي كتحارب المغرب باش ما ينضمش لمنظمه صدقه، المنظمه الافريقيه الاقتصاديه. لذلك المغرب في مؤتمر قمه المناخ ها علاش خرج عمك تبون كيجري من تماكين، وها علاش المعانقه اللي سلم تبون علاش نقريحه تبون على ماكرون الاتفاقية اللي زدتو فيها ديال السلاح 23 مليار دولار، ماكرون سرد له واحد الرسالة وقال له بأنني غادي نسلح لك واحد الجوج الجماعات تما في الجزائر، جوج كتيبات، واحدة سميتها كتيبة طاليس والأخرى ما عقلتش على الاسم ديالها يمكن لكم تبحثوا فيها، وقال له اتفقنا على هاد السلاح وعلى هاد الشيء اللي غادي تعطينا، وهو مجرد عن خردة، يعني فرنسا ولات كتبيع الخردة هي الجزائر. ولذلك هذاك ماكرون وعد تبون بديك البروسونتاج ديال العملة السلاح اللي كيعطيوها لهم، كتكون قانونية هاد الصفقة، وإنما فقط هي باش ياكلوا أموال الشعب الجزائري. فاش عنقوا وسلم عليه بقيتوا كتقولوا حقا راه فرنسا راه كتبغينا ما كتبغينا، لا وليدي راه دات لك 13 مليار دولار راه داتها لك. ثاني حاجة الملك محمد السادس استغل مؤتمر المناخ اللي كان في مصر وقام بداك الخطاب الملكي اللي شتو تفرجوا له كاملين، وتكلم على الأنبوب الغاز النيجيري العملاق مع المغرب، وتكلم على هاد الأزمة ديال الطاقة التقليدية اللي كاينة في العالم، وقال لهم بأن المغرب غادي يكون عنده الاحتياطي ديال الطاقة التقليدية والاحتياطي ديال الطاقة المتجددة. ولذلك شكون اللي تفاعل معه أول واحد هو رئيس منظمة سيداو الإفريقية، وهذاك هو السبب اللي خلى عبد المجيد تبون يخرج كيسبق وعطى واحد تقرير، عطى واحد تصريح باش مشى جبار من هنا
وتوفيق مدين وسبعه ديال الضباط وواحد اخرين مشاو لمقر جهاز الامن ديال الدوله اللانيه في جنوب افريقيا وداروا واحد الاجتماع سري وداروا واحد التوسعات باش يهاجموا المغرب مباشره باش ما ينضمش لهذه المجموعه ديال صيداو. ورئيس المجموعه قبل المغرب في هذه المجموعه وسالات الحجايه وهذا هو السبب اللي خلاكم هكاك ما كاين غير سبق مراها في الموضوع خويا امير. لان الامر الاخر الذي يقلق العصابه من انضمام المغرب لمجموعه صيداو هو ان هذه المجموعه هذه الاعضاء اللي هي ربما عندها 15 دوله عضو يعني حتى فيما يخص دعم الوحده الترابيه المغربيه يعني كلها كتتفق على دعم غادي تكون كلها كتتفق على دعم الوحده الترابيه المغربيه وهذا امر اخر يقلق نظام العصابه. تفضل خويا. نعم شوفوا يعني يمكن نقول غير واحد الكلمه. هذا دخول المغرب للمجموعه ديال صيداو راه كان مخطط لها من فتره ان المغرب دار الاقتصاد ديالو حول الاقتصاد ديالو على على غرب افريقيا. هذا ديك كل ما 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 دخل فيه المغرب بان استثمر في ديك الدول ديال غرب افريقيا كان كيوجد. شوف حنا كنا كنمشيو كيقول المغرب كيمشي درجه درجه وكل شيء مخطط له وما كان فيه حتى شي حاجه. الدخول المغرب في التنميه دخول المغرب الناس استثمر في 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 غرب افريقيا كانت واحد الخطوه باش المغرب واحد النهار غيتقدم للمجموعه ديال صيداو. هادشي اللي بغيت نقول نخليو كلمه الموضوع طويل وخصنا فيه التعميق بزاف. قبل ما ندير المداخله تاعي حبيت نقول لك برك سهام انك تفتحي خطوط جويه نحو البلدان الافريقيه ولا ديري شركه اتصالات في الدول الافريقيه لا تعتبر استثمارات غير كافي باش ان تقولي بلي المغرب داير استثمارات. مشيتي ليا على التليفون ومشيتي ليا على سميتو ماشي استثمارات اخرين. استثمارات ديال الفلاحه استثمارات ديال الفوسفات استثمارات كاع مشيتي ليا على التليفون ولا سميتو والابناك هادو كاع ضربتيهم في الزيرو مشيتي ليا غير التليفون سبحان الله. حنا شفنا غير خطوط جويه ملكيه نحو البلدان الافريقيه هذا شيء حقيقي. هادشي اللي شفتي وراه ما كتقراش سليمان انا عارفك كسول ملي كنقول لك سليمان الكسول راه ما كتقراش وما كتبحثش. كنقول لك سليمان خلوني نتكلم انا نعطيك غير نقيض كلامك نعطيك غير نقيض كلامك. تحياتي لك خويا موس. دابا انت ملي كتكلم هكايا فرنسا ملي فشلت انها تدخل بوابات افريقيا عن طريق السنغال بغات تدخلها عن طريق الجزائر بغات دير ديك القضيه ديال صناعه السيارات ولكن لقات المغرب داير هاد صناعه السيارات بشراكه مع افريقيا يعني مدخل فرنسا في صناعه السيارات ولكن يربطها مع افريقيا يعني هذا باب فاشل. بغات تدخل في القضيه ديال البنوك لقات المغرب مسيطر على شمال افريقيا كل على افريقيا كامله بالبنوك ديالو يعني فرنسا فشلت. وانت كتقول هذا حقا ماشي انجازات. شنو هما الانجازات في نظرك انت؟ اودي فرنسا قالت بان المنافس فرنسا خرجت وقالت اسمعني سياسيين ومحللين سياسيين اقتصاديين قالوا فرنسيين قالوا بان المغرب اصبح منافس قوي في افريقيا. وانت تجي يا سليمان وتضرب كل شيء طلع تقول لنا التليفون اصلا نبيع عليك سليمان كذاب الله يهديك. هي الشركه الجزائريه سوناتراك اللي راهي دارت عده اتفاقيات للاستثمار في مجال الطاقه والمناجم في افريقيا. هذه تقدر تقول لها صح ما قبلوهاش. هذا الشيء اللي قال عبد المجيد تبون بان سون اسمعني نقول لك كون كانت تقبلت كوراها كاع ما تحفظ جنوب افريقيا ملي مشاو هضروا على شركه سوناتراك جبدوا الملف ديالها اللي اتهمها ايطاليا بان سوناتراك تقدمت برشاوي غالضه من طرف شركه ايني إيطالية وقالوا بأن هذا القانون الجديد للمحروقات بحثوا فيه قالوا قانون لم يسن عليه لا أي برلمان ولا أي رئيس ولا أي حاجة لذلك قالوا الصفقة هذه غير مشروعة وهذا الصفقة الجزائر غير مشروعة وما يمكن لكش تدخلي معنا يعني نظام ديالكم فاسد. راه قالوا له فوجو قالوا زد علينا قواتك وخرج علينا. شنو دابا سوناتراك بقات عندها شي مصداقية تهضروا بها شركة سخط وخدامة متهمة بالفساد في جميع العالم. هذه غير باش نهضروا على الاستثمارات في افريقيا. باش نوضح لك بعض النقاط سليمان هذه المداخلة تاعي ما تعنيش الامر هذه مازال ما خدمتش. لا انا طلعت على 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 امر اخر. اسمح لي في الدول الافريقية معليش كنت غير نخطا تجنبت ليها قلت لكم بلي ودي ماشي تفتح لي خطوط جزائرية ولا مغربية وتقولوا لي بلي درنا استثمارات في الدول الافريقية.
احنا نطرقونا عند المداخلة ديالي باش يكون توزيع ديال النقاش عادي. لا مازال ما درتش مداخلة ديالي، انا غير نقطة صغيرة طرقت ليها وحبيت ندير مداخلة ديالي في الموضوع اللي طلعت عليه انا. فهمناك فعلا نكملوا ولكن ما تقاطعنيش من بعد تفضل. ناخذ الكلمة من بعد الإذن ديال خويا كمال طبيعة الحال. تفضل اخي شكري بيناسكم عسى شكري انسان تسليما غير نظم الحوار. شكري انسان اكاديمي وبعقله ما تبقاش دير معاك. انا ما درتش مداخله ديالي، دير مداخله ديالي ديرها كامله. ها انت مورا غدير المداخله ديالك، مورا غدير المداخله ديالك يعني باش يكون توزيع عادل. نعم شكرا. يعني النقطه اللي ذكرتي ناقشتي فيها انت، ناقشت فيها الاخت العزيزه سهام، ناقش فيها الاخ العزيز كمال. يعني انا ما عطيتش حقي ما خديتش حقي في النقاش بخصوص هذه النقطه. اول شيء اسي سليمان، يعني انت شفتي غير تليفون لانك تشوف بقلبك ما كتشوفش بعينك وما كتشوفش بالمنطق. يعني قلبك اللي خدام عليكم هو اللي كتشوفوا به المسائل اللي ما يتعلق بالمغرب، كتشوفوه بالطريقه ديالكم وعلى هواكم. هذا من جهه. من جهه اخرى هاد النقاط اللي ذكرتي ولو انها بالنسبه لي لك هي صغيره الا انها داخله في الحكمه والذكاء ديال تسيير الشؤون الاقتصاديه بالنسبه للمغرب وكيفاش كيسيطر المغرب على على الدومين اللي دخلوا، يعني الاقتصاد في افريقيا. يعني ما تحقرش ولو ان مشروع صغير يبان لك، ما تحقروش، لان قلت ان المغرب لما كيغلق المنافذ، يعني هتمشي فرنسا الاتصالات غادي تلقى المغرب كاينه، هتمشي فرنسا البنوك غتلقى المغرب كاينه، هتمشي فرنسا العقار المغرب كاينه، هتمشي لفرنسا لاي يعني الباب في الاقتصاد غادي تلقى ان المغرب موجود وكاين ومسيطر. والاعتراف ديال فرنسا على ان المغرب هو اللي سحبها، يعني ازاح المغرب ازاح فرنسا من 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 افريقيا، وهذا هو سبب من الاسباب اللي كيخلي فرنسا كتحاول تعرقل المسيرة ديال المغرب باستخدام النظام العسكري الجزائري وبالدعم ديالو بطريقة أو بأخرى. لكن المغرب هو مصمم وعنده استراتيجية، ويعني ماشي في الطريق ديالو بذكاء وبحكمة، وأي أي أي يعني الخطوة فهي تتم كما خطط لها المغرب. هذا باش نختموا الموضوع هذا، باش نختموا النقطة هذه. شو نقول لك حاجة، الاستثمارات في إفريقيا تتضارب عليها زوج دول بشكل رئيسي، هي الصين وفرنسا. ما تكذب عليا، ما نكذب عليك أنه الجزائر وداك. شوف سليمان، تا داك التليفون اللي هضرتي عليه، التليفون اللي هضرتي عليه معطي الله، أنا نقول لك التليفون اللي هضرتي عليه وما عطيتيش قيمة، التليفون اللي هضرتي عليه وما عطيتيش قيمة، راه وصلت القيمة ديالو 9.7 مليار. شي حنا راه ما كنضيعوا حتى ريال، فهمتي؟ زيد كمل باش نختموا النقطه هذه. انا ما طلعتش على النقطه هذه، طلعت على نقطه اخرى. كنتي كتقول حنا كنكذبوا. شوفوا انا نعطي واحد المعلومات، خلي لي المداخله ديالي كامله. التعليقات ما كيبانوش، اذا نلبس لكم الكاد. المرتبه اللي كانت كتحسب فرنسا، خليني ندير المداخله ديالي. شكري احترمتك، احترمتك، درت المداخله ديالك، خليني ندير المداخله ديالي. المرتبه اللي كانت كتحسب فرنسا كانت هي الاولى، المغرب الان هو ثاني قوه اقتصاديه في افريقيا، وفرنسا ازاحها المغرب الى المرتبه الرابعه اصلا. يا ودي كنامنوكم المغرب هي اقوى دوله في العالم، وكنجو نامنوكم انتوما في الواقع وفي الحجاج وليس باشتعارات القوى الطالبة. ما تكذب عليا، ما نكذب عليك سيتو، بالارقام بالارقام وبالحقائق سليمان، ما كنكذبوش هنايا. دوك ندير المداخله ديالي انا، نحب نحصلكم، ما نحال ما نطلعش نتناقش معك امور. وراك انت اللي كتحاس سليمان مسكين، ما تبقاش يتحلم. راه حنا كنصبنوك ونعبطوك بلا تشلال. واه نحب نحب نحصلكم، هذا هو ليكزارسيس كيش توغي. ولا شي بقيتي كتعصب، وراه انت ديما حاصل في الشبكه، راه هذا هو المشكل. انت ديما رجلك واحله في الشبكه وكتقول انا اللي كنحصلكم، ما فهمتش. ما شوفي تبعيني تبعيني ويتبعوا معنا 301، لا ما حصلتكمش، تبعوني ما تقاطعونيش باش ما تخسرونيش الضربه. كاين ندير واحد المقدمه، تخسروا لي الضربه وشي هذا يعني ان الضربه ديالك هي غير يعني ما الضربه يعني في الكلام، في الكلام كي ندير واحد نبدا هي ماشي شي حاجه ديالي مضبوطه، ماشي شي
حاجه ليا واقعيه خاصه من يدير لك الكونتر خطه ما تفشتلوش الكونتر خطه والله العظيم صافي رانا ضحكنا شويه يا صافي خلاص خلوني نهضر يلا سير تفضل ما تقاطعونيش فقط انا نقول واحد المعلومات اللي نتوما قلتوهم ماشي انا واخا كمال قبيله هضر وقال بلي احنا عندنا رئيس حكومه الذي يسير امور الدوله واذا كان ما عجبناش رانا نخرجوا ونديروا مظاهرات والملك بحكم السلطه التنفيذيه ديالو خرجنا من الاقتصاد شو خرجنا من الاقتصاد الاخوان استنى راح نحيه ويدير الاجراءات اللازمه هذا الشيء اللي قالوا كمال ذاته سيها بطريقه اخرى معلومه اخرى معلومه اخرى انتم اللي قلتوها باللي المغرب فيه بنيه تحتيه ربما انتم قلتوا الاحسن في افريقيا هذا الشيء ثاني اللي قلتوه انتم مش الاحسن في افريقيا لا 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 ما تقولش حاجه ما قلناش قلنا المغرب قلنا المغرب مشى في واحد التنميه المغرب خدم على البنيه التحتيه المغرب عنده استقطابات ديال رجال الاعمال وعندنا مشاريع في بلادنا تكلمنا على لا اسمح لي تكلمنا على البنيه التحتيه والتنميه في المناطق الجنوبيه اللي وصلت لسبعات المليار سبعات المليار دولار فاصلة سبعة هادشي اللي تكلمنا عليه ما تقول ما تقولش اخي باننا احنا كنا احسن دوله في افريقيا ما قلناش الكلام اللي قلتيه دابا الكلام اللي قلتيه دابا راك عطيتيه غوك كل يلا سير وقلت كلام اخر اللي يقول ان الجزائريين وغير الجزائريين ينتقدوا بزاف الملك وعندهم كيما نقول لك حساب مع الملك ودابا راه جيتي ثلاثه ديال النقاط مختلفين دابا هضر معانا بوحده بوحده واه لا انا عطيت لك غير سلسله من المعلومات دوك نبين لك تناقض منطقي يلا فين كاين التناقض يلا ورينا فين هو التناقض اللي كاين نبين لك التناقض راح يكون في السؤال واش دابا البنيه التحتيه اللي درتوها شكون اللي مسؤول عليها اخنوش ولا الملك تفضلي لا شوف هذا انا نقول له واحد المساله البنيه التحتيه ديال البلاد كل والي في منطقه مسؤول على البنيه التحتيه ديال داك المنطقه اللي فيها مؤسسات سنا كامل هذه الخطوه تاع ديروا بنيه تحتيه وكذا ومطارات وطرق شوف احنا بلادنا اسمعني احنا بلادنا بلد مؤسسات خلوش ولا الملك اسمع هذه القضيه ديال البنيه التحتيه ديال المدن هذاك الوالي اللي كينتخبوا مثلا مدينه فاس طلع فيها واحد الوالي صوت عليه الشعب ومدينه البلاصه الفلانيه طلع واحد الوالي لكن رئيس الحكومه اللي ادى المقاعد في البرلمان هو اخنوش هذاك هو اللي مسؤول على كل شيء هاد الولات يعني هاد الولات كيطلبوا الميزانيه وكيصوبوا وكاين المحاسبه من طرف رئيس الحكومه لان مسلسل التنميه في لا فهم السؤال نعاود نطرح السؤال بشكل اخر انا غادي نعطيك تقول نفس الكلام عاود نطرح السؤال يا صديقي كنت اسكت سليمان اسكت سليمان ما طرحش عليا السؤال خلت مع الجواب مسلسل التنميه في المغرب كيقود صاحب الجلاله محمد السادس حفظه الله هو المخطط والمهندس ديال جميع المشاريع جميع المشاريع اللي تقامت في البلاد ولكن توزع المهام على المؤسسات حسب كل مؤسسة والمهام والاختصاص ديالها والممثل ديالها التنظيم الإداري على بالنا به يعني شك عادي أنه على العموم واش فهمت الجواب واش فهمتي لا معليش خلاص الفكره لحقت راك جاوبتني جاوب لا وزيدا واحد القضيه انا نقول لكم هذيك التنميه اللي كتكون بحال كتقول انا راه فهمتك في بغيت تمشي بالقصد ديالك صاحب الجلاله راه كيخدم مع جنود الخفاء راه كاينين تقنيين كاينين مسؤولين اللي كتخدم اسمعني راه ماشي هو كيقول كينعس في الليل وفيق في الصباح يقول له ما عرفتش شنو بنيو داك الشانطي ولا بنيو سميتو حنا البلاد ديالنا ما كتمشاش هكا سليمان ربما عندكم نتوما مع الكبرانات ديالكم كتمشى هكا ولكن حنا بلد مؤسسات كل واحد كيدير الخدمه ديالو اسمعني كل واحد اخرين انا هضرت غير شي تناقص كل واحد كيدير الخدمه ديالو كل مسؤول كيهتم بالمهام ديالو فهمتيني والسؤال ديالك راه واضح وباين وراه عرفتك فين بغيتي تمشي لا مازال ما فهمتش اصلا السؤال دونك حنا قلنا البنيه التحتيه استنى خبرك كمل المداخله ديالي هم يعرفوني جماعه يعرفوني كيف نتناقش انا كي نحبس الميكرو ما حشنا ندخل معاكم يعني اذا كان نقدروا نشكروا واحد على البنيه التحتيه نشكروا الملك راكم متفقين معايا شكون يعرف
سليمان شكون عارف شكون عارف الكلام اللي قلتو دوكا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. دقيقة شكون عارف؟ اسمح لي 30 ثانية. أنت ملي طلعتي النوبة الأولى تكلمتي ولسانك لسانك أنتقه الله بالحق وقلتي أنا كنطلع نضربكم وكتخسروا لي الضربة. يعني أنت باغي غير تضرب. انت غير انت كتخبط في واحد الكلام ما قدرتش انت توجه سؤال صحيح. لا 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 تبعني تبعني اسبحوا في الماء العكر. لا صافي تبعني انا نعطيك واحد الجواب. انا عطيتك جواب شامل وما فهمتيش. انا نعاودو لك. عندنا الملك محمد السادس حفظه الله هو من يقود مسلسل التنميه والاصلاحات في المغرب وهو المخطط. هو لحظه كيف كلامي. هو المخطط والمهندس ديال 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 المشاريع حفظه الله. ولكن 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 توزع المهام على المؤسسات. كل مؤسسه حسب الاختصاص ديالها. كتكون دراسات كتكون دراسات كاين تقنيين كاين مهندسين كاين اصحاب اختصاصات كاين كفاءات كاين اطر هي اللي كتدرس. هي اللي كتنفذ المشاريع. بيان سور صح اوكي. اما الفكره لحقت وجواب كيف دابا دابا اسكت شويه دابا اسكت سليمان اسكت اسكت املاتي والله ما تهضر اسكت سد اسمعني اسمعني سد الميكرو سليمان وخلي حسن يهضر يتكلم سي حسن خلي السؤال ديالك من بعد خلي سي حسن يدير المداخله ديالو اي دخل يدير المداخله ديالو سي حسن ومن بعد عاوتاني يطرح السؤال ديالك تفضل سي حسن اسكت اسكت سد الميكرو عافاك السيد مرا سليمان خلي حسن يتكلم باش يدير مداخله نعطيو مداخله للناس وحده من فضلك يا سليمان من فضلك من فضل اول حاجه انا مع احترامي لكم الاخوان فعلا عطيتوه كيف كيقولوا عطيتوه كفيته ووفيته ولكن انا على حساب اللي بان لي دابا انا على حساب اللي بان لي دابا واللي مادام عارفين نتوما وحنا وكلشي عارفين سليمان اش من جهه كينتمي ليها واش من جهه اللي كترسلوا لهاد اللايفات بحال هادو مادام عارفين نتوما لمن كينتمي انا كيبان ليا بحال كتعطيوه بحال كتعطيوه دابا هما كتعرفوهم ما عندهمش طاقات اللي كيسيروا البلاد ما كيعرفوش يسيروا البلاد والدليل راكم عارفينه فهمتي عارفين ما عندهمش يعني عندهم حكومه معوقه سياسيا ودبلوماسيا واجتماعيا واقتصاديا دابا انا اللي احسن اللي بان لي انا واخا نخرج شويه على هذا بان لي بحال كتقريو كتوريو كيفاش يوصل لهم باش يخدموا وهذه اما وحده لا سي حسن لا سي حسن نروج به اللايف يا اخي نحن سليمان الكذاب كنروج به اللايف فقط افهموا اخوتي الله يهديكم لا دابا المشكل هو دابا سليمان هو راه عارف هو عارف ويعلم جيدا ان الحكومه ديالهم راه ما دخلت الصحراء ما دخلت المونديال ما دخلت البريكس ما دخلت السيدياو ما دخلت هادشي كله اللي وصل ليه المغرب ما دخلتش ليه راه عارف هادشي فهمتي هاد الامور كلها راه عارفه وكما قال هو كيبغي يقريكم ولا هذا الساعه في الثاني كيولي هو كيمشي قاري فهمتوا هذا هو اللي بغيت نوصل اما الامور داكشي اللي كنت غادي نقول شي امور اللي كنت غادي نطرق ليها راه طرقت لها الاخت سهام قبيله بلا ما نكررها وكذلك الاخ شكري والاخ كمال المهم انا حاجه اللي باغي انا ما غاديش نطول باش ما نبقاوش حنا ثلاثه يقول لك ثلاثه مغاربه على هوكستاني انا ما غاديش نطول انا باغي نوصلها واحد الرساله تفكرتها كانوا كيقولوها شي وحدين للاخ شكري والاخت سهام والاخ كمال ملي كتبداو تناقشوا معاهم بحال هكا وكتقريوهم بحال هاد الامور السياسيه والدبلوماسيه والاقتصاديه كانوا شي وحدين كيقولوا راك كتقرا في الورقه راك حاط حداك البيسي راك دا ها هو شكري راكم عارفينه كيطلع بوجهه ها هو كمال اليوم طالع بوجهه يلا قطعي اسمعني اسمعني انا هذا فقط شوف كيف ان الذكرى تنفع المؤمنين لحلت يا هضره بعد شوف اسمعني اكيد اخت سهام واش راه يقرا لك القران ما يديرش اخطاء هو سهام
انا كنهضر انا والله العظيم ما عندي لا ورقه ولا اي شيء وكنهضر بالدارجه ومن خلال الكلام ديالي كيتفهم بانني ما نزل لا ورقه لا جوج كلشي الحمد لله في الدماغ. لا انا بغيت نوصل الرساله لهذوك اللي كيقولوا كتقراو من الورقه ملي كيبدا يفلسق فيكم كمال وشكري وهذا شكري راكم كتعرفوه كيطلع بوجهه. ها هو كمال اليوم في اللايف طالع بوجهه وهذه ليست مجامله او هذا انا غير للتذكير قال لك ذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. ها هو هو كيقري فيكم سي حسن راه سليمان هز الورقه والستيلو سليمان راه يقرق بالستيلو لقيتيني باغي لقيتيني باغي اسمعني لقيتيني باغي نوصل لهذ الكلمه باغي نقول ليه يلاه هز غير البركات اتحدى كمال يا سليمان اتحدى كمال وافتح كمال شوف بعينك غير شوف بعينك يا حسن شوف بعينك اتحدى كمال خلاص سي هام خلو كمال خلو كمال خلاص خلو كمال شوف كمال شوف يا سهام قفل الميكرو ونطلب من شكري ثاني وحسن قفلوا الميكرو خلوني مع كامل. لا 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 شوف شوف سليمان ماشي انت اللي غادي تلعب وتفرض علينا الراي ديالك واسمعني اسمعني يا سليمان اسمعني لا 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 حنا شوف حنايا هنا في الجيست حنا كاملين هنا كنتناقشوا كل واحد كيعطي الراي ديالو الفكره ديالو ماشي انت غتجي تقول لنا سد انت ودير اسمع راسك دير واحد المناظره مع كامل. لا ما كاينش شي مناظره بغيتي دير مناظره في اللايف ديالك وعيط لكامل يجي يدير مناظره عندك حنا حل خليني ندير واحد المناظره غير صغيره مع كامل تفضل لنا غير المناظره واحد المناظره واش خفتوا على كامل ما تخافوش عليا يا اخي انتما كاع تقولوا انت راني خايفه عليك انت يا سليمان سليمان راني خايفه عليك انت وما خايفاش على كامل معليش خليه ما تخافش عليا انا تولي غادي وكتبكي معليش خلوني مع كامل اسكو كامل خلوني نتناقش معاك ندير معاك هنا سي حسن بارك الله فيك يلا انا غادي نهبط معاك الدروطه لحظه يلا نحطوا عيوط 30 ثانيه من فضلكم اول شيء يا سليمان خليني معاك انا بدات تخدم الميكرو اخي الله يعطيك السر نعم اللي كيقول ستيلو حنا ماشي كنقراو الافكار هنايا عارفين بلي انا سليمان غادي يجي يتكلم لنا على هاد النقاط اللي تكلم عليها يعني موجدين وحاطين ورقه وستيلو انت كتكلم كتكلم 100 نقطه كتكلم 100 نقطه كل نقطه خرج ولا انا شجعانك وانا خرجتك صدري كنت حبيت نتناقش مع كامل لا تسليمان لا تسليمان دابا دابا خلوني غير مع كامل ندير مع واحد المناظره صغيره سليمان وهو يحصلني صح سلام عليكم احنا ما نعرفش طومي جيري هنايا تحصل ولا عليك ولا نشوفوا شكون يتناقض مع نفسه نشوفوا شكون يتناقض مع نفسه شكون يتناقض مع نفسه زيد 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 شوفك كنتناقض لو ديتي كتهضر بواحد الطريقه كتحس انك عنده 19 سنه ولا معليش معليش ندير مداخله خفيفه اصبر مريم اصبر نفكوا غا مع ولد بلادك نعم شوف مالك سليمان تفضل دابا سليمان دابا اسمعني دابا انت سليمان غدير معايا انا مناظره علاش حقا شكون اللي بنى البنيه التحتيه للمغرب شكون غنشكرو واش الملك ولا الممثل ديال الجهه ولا الممثل ديال اي جزائر بغى يدير المناظره اي جزائر شوف انا نقول له غير حاجه واحده انا نقول له انا كيبين وجهك وتر المناظره والله العظيم غير راكبكم الخوف والله ما تخافوش هذا غير تيك توك وانت اكبر خوف على وجه الارض سليمان والله العظيم العظيم لا خايفين يا صاحبي ما يخافوش تيهم الجزائريين صحي معلومه انت وجهك كتهضر على الخوف الميكرو خليني واش خايف انت على كمال واش ندير المناظره والله الا خايف والله يا العظيم بين وجهك بين وجهك واجي دير معك كامل خلي بنت بلادك تهضر خلي نشوف واش غايقول نشوفوا واش غايقول هذا سليمان هذا نشوفوا واش غايقول خلاص فوالا شكرا مريم اسمحي لي غير دقيقه درك نعطيك الكلمه حنا قلنا كنشكروا البنيه التحتيه نشكروا الملك باش نروحوا نكونوا مختصرين نعم وكي تكون خدمه ماشي عوجه في المغرب شكون ننتقدوا الملك ولا اخر نوش تفضل هاك اسئله بليده والله العظيم دابا انت كتقول منين غادي يخدموا خدمه مليحه كنشكروا الملك ومنين ما تكونش خدمه مليحه شكون غنحاسبوا الملك ولا اخر نوش ملي كتكون الخدمه ماشي مليحه في المغرب ماشي حنا اللي كنحاسبوا
وانما رئيس الحكومه هو اللي كيحاسب ديك الموظف اللي طلب الميزانيه باش غيصوب وما صوبش. وخير دليل هو اش كيقولوا له اللي كان في الاستقلال شباط في المغرب هنا في مدينه فاس طلب ميزانيه وجهز مدينه فاس وصوبها من احدث الوسائل، حتى انه جاب الرخام وداروا لنا في الارض كنظلموا فيه. واحد المساله كانت هنايا في الميزان، اسمع كانت في الميزان طلب باش يدير جامع وبالتالي ولا دار جرده، وجات الحكومه العداله والتنميه وحاسبوه قالوا له علاش ما درتيش الجرده ودرتي الجامع؟ اسمع وحنا رحنا الشعب المغربي راه ما عارفش الميزانيه شنو خارجه تما، واش جرده ولا جامع؟ هذه باش زيدها ديرها في دماغك. منين وقعت المحاسبه لبن كيران ولا دار الجامع وجاب لهم الروسيات باش هذيك البوان باش كان كيشري السلعه وحطها ولقاو درهم ما ناقص ما زايد. يعني ما نحاسبوش صح اوكي. بلاتي انا نجاوبك سليمان، سليمان دابا يهدر سهام انا عطيته الكلمه تاعي خليه يهدر، خليه يهدر نفهمو، خليه يهدر خليني نهدر سهام. انا غير نجاوبك على هذه وغنسكت. انت قلتي دابا ملي تكون الخدمه مزيانه، ملي بحال بقى يقول لك غيصايب واحد الطريق اعطى الامر باش يتصايب ديك الطريق، الا تصايبات مزيانه راه غنشكروا المالك، الا ما تصايباتش مزيانه ما غنشكروا واش الملك. ياك هادشي اللي قلتي، وانا كنقول لك واش الملك هو اللي كيمشي يدير ديك هو اللي كيزفط الارض؟ الملك هو اللي كيبني؟ الملك هو اللي كيخدم يحرس ويدير؟ ما تبقاش تخربق الاسئله ديالك بليده والله العظيم بليده. واخا سي سيام خلي غير نكمل معاه باش انا غادي نطرح عليه سؤال باش هو خصو يجاوب. تكلم يلاه تفضل. فوك انت قلت لي سمع حسب الكلام ديالك ما ماخنوش ما نحاسبوش، بحيث انك انت رحت للمسؤولين الصغار. يعني هذا هو يعني استنى سي رامو صاحبي، دابا انت ملي كنقول لك انا بالنسبه على حساب مدينه فاس وعلى حساب الرباط وعلى حساب كذا، كل واحد كيحاسبوا اخنوش حيت هذاك هو الممثل ديال الدوله من بعد الملك محمد السادس. منين كتكون شي خروقات اللي هي قويه كبيره في حق الشعب قاطبه في جميع انحاء المملكه، كيخرج الشعب كامل وكيدير مظاهره على ذاك رئيس الحكومه كاملين. حيد اخوتي ما ديروش هاد التكبيس هذا، راه كتبقى تطلع لي انا في وجهي، ما ديروش هاد التكبيس بالتصويت، كتبها ولا كبس. المهم ملي كيخرج الشعب كامل ديك الساعات الملك كيدير التدخل ديالو، شكون كنوليو نحاسبو حنا كشعب كامل ديال المملكه المغربيه؟ كنحاسبو اخنوش، غلاء المعيشه غنهضروا على اخنوش، اي حاجه اخنوش. لكن هذاك الممثل مثلا مدينه فاس كتصلح مزيان، طنجه تصلح مزيان. خلينا غلاء المعيشه مثلا، غلاء المعيشه نحاسبو اخنوش. تعليل من الهضره هذه، وانا نبقاو حنايا راسفين. اسمع هل شوف الشكر 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 غاسمع اسمع الشكر منين كيبدا في شي بلاصه راه كيكون مديك المرده اللي كيكون في الدائره، كتعرف الدائره اللي كيخدم على البلاد. انتوما كتقولوا المير كيبدا الشكر مديك المرده ويكمل بالقايد ويمشي للكاتب بالضبط ويطلع للعامل ويطلع للباشا ويمشي لوالي الجهه ويمشي. واسمعني نقول لك وكيوصل الشكر 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 متتابع حتى لرئيس الحكومه وهذاك الملك ماشي كان شكر ملي كتصلح للبلاد هذاك الملك رمز للبلاد. الشكر بالجامعي والشكر. وثاني حاجه واسمعني نقول لك الملك ماشي حنا اللي كنشكروه، الملك هذاك هو الممثل لهاد البلاد كامله، وهذاك هو اللي محافظ على الوحده ديال هاد البلاد كامله، وهذاك اصلا كيخلي واحد الارث لولده وكيخلي له الشعب ديالو ضمان، يعني كيخلي له الشعب ديالو حتى هو في الرقبه ديال ولده، يعني باش يحافظوا على الامن والاستقرار في هاد البلاد. وهذا الشيء هذا ما شفناهش حنايا، ما شفناش حتى شي ملك خرق حق الشعب ديالو. انا دابا انت لكن انت دابا انت لا واحد سليمان واش انت غتشد اللايف؟ ما يمكنش غير واحد هنايا انا ماشي في حوار ثنائي. انا نعطيك غير واحد الكلام سليمان انا حبيت ندير مداخله خفيفه ونروح انايا مانيش مطوله بزاف. صباري مريومه صباري مريومه صباري اختي واحد دقيقه. سليمان انا غنطرح عليك سؤال بسيط ومختصر، انا ما كندورش. فنزويلا دارت قرار مراجعه بالاعتراف بمغربيه الصحراء مؤخرا ولا يهمنا ذلك. شفنا العمامره مشى كيسبق عندهم قال لهم هذا الخبر اللي سمعناه هو صحيح، رحنا حقا طلبنا من المدير التنفيذي ديال شركه سوناطراك باش يدير لكم مراجعه الاسعار ونخفضوا لكم الاسعار ديال الغاز والبترول. جاوبني على هذا الشيء، واش خدا القرار ديال الشعب ديالو هذا النظام ديالكم اللي صوتوا عليه هذا رئيس التبون الشرعي؟ واش خدا الصوت ديالكم؟
فراسكم هادشي اللي دار ولا ما فراسكم؟ جاوب ليك كلمه. شوفوا يا جماعه لا سليمان امر طبيعي يا كمال، هذا الدوله الجزائريه حره في السياده، حره في قراراتها وسيادتها، يعني المغرب ماشي حر في القرارات ديالو والسياده ديالو. سمع يا مريم شوف ما كنهضروش على غير بطيختي، غتناقشي في موضوع سياسي فهذا ما تقدرش صراحه غيمشي يشد الدروس. انا ما خصنا نتكلم على الصحراء، انا راح نقول لكم كلمه سليمان. سليمان خليني نقول كلمه في الصحراء جلسه. علاش خلوا مريم تهضر؟ الصحراء الغربيه موضوع خاص، ان تحب دير عليه موضوع ماشي مشكل نجي نحكي فيه. حبيت نقول كلمه. الموضوع اللي كاين هو ديال القبائل، ما موضوع الصحراء بقاش الصحراء هبطي لتحت. تكلمي انت هي في داري معروفه هذه، خاصها غير نكمل معاك. نكمل معاك نكمل معاك. شوف التناقض، شوف التناقض، شوف التناقض. خلينا ندير مداخله نوريكم غير التناقض. غنبقاو ندوزو بعد غير مع سليمان كمال. قال لك الجزائر انطلاشي ولد بلاد حسن، واخا حسن سليمان وعدت انها تخفض اسعار المحروقات بفنزويلا. هل تعرف ان فنزويلا من اكبر مصدرين السلام عليكم طاقه في العالم؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. واش قحبه سهام كراكي انزل السفيه لا ينطق الا بما فيه، لا ينطق الا بما فيه، السفيه لا ينطق الا بما فيه. انت جاي من ديك الدار ديالكم هكاك وكتظنك بان الناس كاملين هكاك، صافي هذا هو الجواب ديالك. اسمع سليمان غنقول لك واحد القضيه ربما انت ما عارفاش، وانا غنعطيك واحد المعلومه باش تدخلها لراسك. ماشي لانك بلد البترول والغاز ما كتقلبش على البترول والغاز في دول اخرى. انا نعطيك حرب العراق، علاش كان عليها الحرب؟ كان على الحرب لاستغلال الابار ديال البترول والغاز ديالها من امريكا. امريكا عندها الغاز وعندها البترول. نزيدك واحد القضيه، ليبيا، ليبيا لماذا كان عليها واحد التهجم من 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 قطر؟ قطر خصكم تعرف بان قطر دوله عندها البترول والغاز، بان هي اللي دارت الدسائس، وبان هي اللي كانت متحده مع فرنسا باش تضرب ليبيا وتطيح القذافي من اجل استغلال ابار ديال الغاز والبترول. اسمعني نقول لك واحد القضيه، سوريا كذلك نفس الشيء. ماشي لانك انت دوله الغاز والبترول ما كتقلبش، لان راه كيكون انخفاض ديال 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 الضخ ديال الغاز، كيكون انخفاض ديال الضخ ديال البترول. انت ما عارفش ديك البئر اللي عندك في بلادك شحال غيكون عندك من سنه. فهاد الدول هادو كيحاولوا يسرقوا المعادن والثروات ديال دول اخرى باش يبقى عندهم الاحتياطي ديالهم. فما تجيش تقول لنا فنزويلا عند الابار ديال سميتو راه ما غاديش تطمع دي من حاجه اخرى ولا غير على المباشر. شفتوا التناقض ديالو على المباشر وشاهدين عليه الناس، شفتوا التناقض ديالو. قال لك الجزائر راح تضغط على فنزويلا وتقول لها نبيع لك الطاقه باسعار تفضيليه، هذا الشيء اللي قالوا. قلت له باللي ما بقاش تكذب على الناس وما بقاش تناقض في نفسك، فنزويلا من اكبر مصدري الطاقه في العالم، نقطه الى السطر. دابا فنزويلا كتصدر الطاقه للعالم. نعم، من اكبر مصدري البترول والامور هذه. لما كتصدر لما كتصدر فنزويلا قلب عليها دوك نعطيك التعليق. واسمعني، فنزويلا فيها اكبر احتياطي ديال النفط في العالم، لكنه ما مفعلش محيط فنزويلا تحت رحمه امريكا. فنزويلا دابا عقوبات، ولكن ليس بالضروره لكن دابا فنزويلا كتاخذ الغاز ديال الجزائر، ما كتجبدوش. من الاحداث اللي كانت وقعت لها في 76 ما نعرف وقاش، وقفوا لهذاك التصدير. وثاني حاجه وقفاتو امريكا باش خلي احتياطي ليها بسبب هذه الحرب. علاش يعني امريكا تقول لك عندي 300 سنه ديال الاحتياطي ديال البترول، عندي 400 سنه ديال الاحتياطي ديال كذا، حتى ان فنزويلا معظم معظم الولايات اللي تابعين لامريكا في القاره الامريكيه ما كيصدروا حتى حاجه ديالهم، داك الشيء باقي عند امريكا. ثاني دوله اللي فيها البنزين رخيص ما بال لا الاولى لا الثانيه لا الثالثه هي فنزويلا، اللي فيها البنزين والمازوت رخيص، الارخص في العالم للشعب ديالها يشريه بارخص ثمن مقارنه بالاورو والدولار. هذه غير العمله ديالها قتلتها الامريكان. واش عارف فنزويلا كيفاش وقع لها ولا ما عارفش كيفاش وقع لها؟ باش بقاش تناقض في نفسك. واش عارف فنزويلا كيفاش وقع لها مع امريكا ولا ما عارفش؟ واش عارف باللي اقوى اقتصاد كان هو ديال فنزويلا ولا ما عارفش؟ عليها عقوبات ولكن مش عقوبات، لا عليها عقوبات، واحد النوع تاع العقوبات، ولكن مش من الدرجة العقوبات المسلطة على إيران مثلا، لإيران عندها يعني واحد التضييق على تصدير الأمور ديالها. لا فنزويلا عندها عقوبات ولكن تصدر فنزويلا ما كتصدرش، فنزويلا ما كتصدرش ولو برميل واحد الغاز ديال البترول. هذا التناقض الأول، خلوني نكمل. راه ما كتصدرش، راه أنتم اللي كتعطيوها. ما تبقاوش تقولوا لنا بلي انتم عندكم حريه التعبير والديمقراطيه، بحيث مين تكون حاجه زوينه للمالك وكي تكون حاجه خايبه اخنوش.
ما تكلخ روحك ما تكلخ لي انا، فهمت العقليه هذه؟ كان عندنا احنا الجزائريين شويه الحمد لله احنا تحررنا من العقليه هذه، انه المسؤولين نشكرهم غير فين تكون حاجه زوينه، فين تكون حاجه خايبه يقول لك ماشي انا. احنا تحررنا الشعب الجزائري، احنا المسؤول مسؤول على كل شيء، ماشي مسؤول على حاجه زينه، مسؤول على حاجه زينه وحاجه خايبه. واش تكذبوا علينا وتصوروا لنا وكانكم عايشين في الديمقراطيه واخنوا شاد ننتخبوا عليه وكانه هو اللي يسير، وانت اللي قلت فمك انه يسير امور البلاد، وما ديك قلت لا هو اللي يسير امور البلاد. تسمى حنا نشكروا كي يكون حاجه زوينه نشكروا، اخلنوش اسمعني نقول لك واحد المساله. سليمان وما تبقاش تغلط الناس وتغلط راسك. فنزويلا ما كتصدرش الغاز، فنزويلا عندها اكبر احتياطي للغاز في العالم، وكتستورد 95% من صادرات الغاز من دول اخرى، لذلك الغاز ديال الجزائر كيمشي لفنزويلا. مالك خدام تبقى ديرنا انت تقول مغالطات بفمك الشريف. خويا امير ما الامر ما كيتعلقش بفنزويلا ولا بكوبا ولا بقندهار، الامر كيتعلق بالنسبه للذباب الالكتروني الجزائري اللي هو سليمان واحد منهم بشخص الملك وبالملكيه. هذا هو الامر اللي هذا هو الامر اللي كيبغي يضرب فيه هو. والخوت اللي كيقولوا لي والخوت، نقول اخويا شكري واحد الكلمه باش نوضح لهم، والخوت اللي كيقولوا منهم الجزائر، الجزائر تاسع دوله مصدره لصادرات الغاز، تاسع دوله في العالم اللي كتصدر ماشي خويا امير. راه نقول لك ما كيتعلقش بالغاز ولا بالدول اخويا امير، راه كيتعلق بشخص الملك. بلا تسليمان يعني قلت الكلمه ديالي، بلا تسليمان نكمل كلامي. بلاتي انا غادي نعطيك واحد الرساله اللي هي رساله ديال 40 مليون مغربي وديال كل المغاربه الاحرار، ان حبنا لملكنا هو حب غير مشروط، حب غير مشروط، لا يتعلق بالبنيه التحتيه ولا بالمشاريع ولا بلا. الملكية هي صمام الأمان في المغرب، الملكية هي سبب الازدهار في المغرب، الملكية هي صمام الأمان في المنطقة كلها، الملكية اللي هي سبب الخير في المنطقة كلها، والسلم والسلام اللي كاين في المنطقة، واللي كيسعد النظام العسكري الجزائري لزعزعته وزعزعت الاستقرار ديال المنطقة. فالملك أو العرش العلوي المجيد احنا مخلصين له ونحن في تلاحم معه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، باش تسد هذه النقطة بصفة نهائية وتكلم على المشاريع وما تجبدش شخص الملك مرة أخرى. مع شكري احنا كجزائريين ناضل باش اني نقدر ننتقد اي رجل سياسي في الجزائر وفي المغرب بلا ما نتعرض لاي ضغوطات. وما جاوبتينيش دابا انا على السؤال ديالي، التخفيض ديال تسعيره الغاز اللي غادي لفنزويلا، واش شور معكم البرلمان الجزائري؟ شور معكم الرئيس الجزائري؟ المؤسسات الجزائريه في راسها تكلموا عليها، الجرائد الجزائريه والقنوات الجزائريه تكلموا على هذا الشيء؟ اعطينا اكتب لنا، تشوف انت راه عندك تليفون زوجه كامل، اكتب لنا وخلينا نشوفوا منك جايب الامر هذا وخلينا نقراو معك، ربما نقدر نتكلم عليك بطريقه. انا كنقول لك دابا هذا هو المشكل، انتما دوله ماشي ديمقراطيه مبنيه على الشفافيه والوضوح، مبنيه على الغموض، لان اي صفقه كديرها الجزائر، حتى التقارب الفرنسي الجزائري والثروات النادره اللي عطيتو لفرنسا ما كانتش مبنيه على الوضوح، لانها كانت مبنيه في سريه تامه، بحيث نتوما الشعب ما عرفتوش اللي فضحكم هما الجرائد الفرنسيه، اما نتوما ما تعرفوش. لذلك شنو قالت الجرائد الفرنسيه؟ تفضل صح قولنا واش قلنا، شنو قالت الجزائر الفرنسيه فيما يخص ديك الجريده ديال لو باريزيان والجريده لو مغرب الفرنسيه؟ قالوا التقارب الفرنسي والجزائري بعد زيارة ماكرون تم تسليم 20% من الثروات النادرة ديال الجزائر إلى فرنسا. لا لا باديتو ما كاش من هكا شي، باديتو ما كانش منها، حيت انت ما كتبحثش انت مبردع. دونك نفهمك الشيء اللي صرا بعد زياره ماكرون، الشيء اللي صرا انه الجزائر فعلا رفعت من تصدير الغاز بنسبه 50%، هذه هي المعلومه وفقط. يعني اذا كان حبيت تقول لي باللي يا ودي سليمان قلنا كنقول لكم الحاليه للغاز، والغاز خصك تعرف حاجه انه ضعف 10 مرات. واسمعني نقول لك، قوم موسى من قال لهم الله ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، قالوا في الاول قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، طلبوا غير اللون، قالوا انها بقره صفراء فاقع لونها، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، ان البقره تشابه علينا، راه كل شيء صفر،
قال له انها بقرة لا دلول، بقى كيذكر عليهم كيشد عليهم. نتوما نهار اللي جا ماكرون قلنا لكم راه الجزائر صادرة الغاز ديالها كلها حولتها لفرنسا بنسبة ديال 50%، قلتوما كاش منها. منين خرجوا الجرائد الفرنسية كيفضحوكم التقارب الفرنسي وقالوا بانكم سلمتوا 20% من الثروات النادرة، قلتوا لا حقا غير عطينا غير 20-50% ديال صادرة الغاز والبترول. واسيدي نحاسبك غير على هاد 50% ديال صادرة الغاز والبترول، باش من صفة كتعطيو لفرنسا 50% ديال صادرة الغاز والبترول، بما ان ماكرون طعنكم واتهمكم في الشرف ديالكم وفي القوميه ديالكم وقال لا توجد دوله وجاب لكم ولد حركي وتمخسر عليكم في الجزائر تما وعطاه من اكبر اسهم شركات الكبار العملاقه في الجزائر. قول لي باش من صفه غتعطيوه 50%؟ شوف شنو نقول لك، يا سيدي عطينا غير هذا 50% باش من صفه. راه مبين لك غير التناقضات وربما يحتمل تحت اي قانون عطيتو هاد 50% ديال الغاز ديال صادرات الغاز؟ شنو هو القانون؟ انت خصك تعرف هذاك اللي درتو مع شركه ايني، قلتو القانون الجديد ديال المحروقات. ايوا وهذا شنو تحت قانونياش؟ انا ماشي، انا ما تعقبهاليش غير بطريقه الكلام دوك نفهمك. كتقرا كاش ما قال ولا تقرا كاش معلومه خاصك تفهمها. كينغينو كينقولوا الرفع توريد الغاز بنسبه 50% هذا ذلك لا يعني ان 50% من الغاز الجزائري تديه فرنسا. دونك نتاك حاصل غير في القراءه تاع انت هذيك الهضره اللي تهضر عليها ان فرنسا تدي. نعم انا اوثق الراي دي 20% من الثروات النادره، هذا كلام لا اساس له من الصحه. نعم انا كنوافق الراي الاول للغاز هي ايطاليا بقيمه 80% وليس 50%. يعني فرنسا تدي 80% من الغاز الجزائري الا ما دارتش شي كامل. وشنو سمع هذا هو المشكل ديالكم، انكم رانا في واحد العصر اللي ما تقدروش تبردعوا الناس. انا ما تبردعني لا انت معنا في العصر ولا المسؤول ديالك ولا المسؤول الجزائري. انا ما يبردعني حتى واحد. انت راك حاب تبردع نفسك وتبردع شي ناس وكانه فرنسا تحط 80% من المحروقات في الجزائر. ما تبردعنيش ما تبردعنيش انا اسمع علاش كتكون بردع كي تعرف راسك شنو انت؟ اسمع اصاحبي اسمع. لا 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 المستورد الاول شوف حنا عندنا ايطاليا هي اللي فهمت واحد النقطه بغيتي تمررها قبيله. قلتي انت واحد الانسان اللي ما كتبرش عليك الضغوطات واللي انك واحد الانسان اللي كتعبر وعلى رايك. انا كنقول بلي ان هذه فقط خزعبلات وكاذب في كاذب، لان لو كان فعلا في الجزائر الناس كيعبروا على الراي ديالهم ما كانش غادي يكون اعتقالات وتعسفات وملاحقه الاحرار بينهم الامير ديزيد اللي تعرض لمحاوله اغتيال من المخابرات الجزائريه. فلا تتحدث لا تتحدث يا اخي انك في السويد وانت في بلد عسكر وفي بلد هضم الحقوق. ودابا كما سيبو حصلتي شنو نزيد ازيدك من الشعر بيتا. سلام سليمان لا حول ولا قوه الا بالله. والله ما لقيتش سليمان عندي لك سؤال مادام كتدخل في الشؤون الداخليه ديال الوكيل على سيدي انا عطيتك المعلومات وما الذي علي اذا لم تفهم البقارو. تفضل. السلام عليكم اخوان سي كمال شكري سي هام تبارك الله عليكم. خلوهم يتبني يهضر. زين تحياتي خويا. الله يحفظك. عندي سؤال لهذا السيد هذا اللي كيدخل في الشؤون الداخليه ديال البلدان. سليمان اخ نوش رئيس حكومه او وزير او المنتخب بسرعه وبدون تردد مادام هذه شخصيات عموميه اعطينا اسم الوزير الاول الجزائري بسرعه 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 بلا ما تقلب. عاود الوزير الاول ديال لا ما تقلب لا جوجل لا تسول صحابك اعطينا الوزير الاول الجزائري بسرعه 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 بسرعه. والله فهمت قسما بالله. عطينا غير الاسم ديال الوزير الاول الجزائري قلنا سميه. ما عرفوش. اذا هنا 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 ساصمت قليلا. ايوا ملي ما عرفوش حتى سليمان هبط. لن يعرفه لن يعرفه. هبط سليمان انت ما عارفش الوزير الاول ديالك وطالع معايا هنا تحمق لي راسك. باش تعرف المستوى ديال هاد المبردعين اللي كيطلعوا يناقشوا الاخوان المغاربه. دخل لجوجل دخل لجوجل وقلب على الوزير الاول ديالك الجزائر واجي اهدر. صافي سالات شكرا سي كامل تبارك الله لك سي شكري الله يحفظك خويا مدبن مرحبا مرحبا.
اذا هو ما عارفش حتى شنو لابس وكيجي كيناقش في سيادو في السياسه الداخليه ديال الناس منتخبين بمشاركات كبيره بتفعيل المسلسل الديمقراطي في الانتخاب في المشاركه الوطنيه. يعني هذا الموضوع هذا داخلي بلا ما نطول فيه مادام نتوما سديتوه قبل ما نطلع انا. دونك شوف بلادك كيفاش مسيره وتعلم كيفاش كتسير البلدان المدنيه التي يحق لها ان تتكلم ويحق لشعبها ان تفتخر به. عادي جيت باش تولي تناقش مع الناس اللي متقفه. دونك هاد المعلومات السؤال حتى الجواب وعطيه لصحابك كاملين في اللايفات. المهم سنسالهم حتى حنا هبطنا باش يبحثوا ويعرفوا وديك الساعه تيولي طلع المرحبا كسول كسول والله ما كيخليك يبحث كسول. هذا خطير اخويا انت اسمح لي سؤال غير بدلو لي الدباب كله غادي يقلب على جواب والله العظيم عرفتي شنو انا كنموت بالضحك دابا انه خطير اخويا ما شاء الله المغاربه عليك مع الله اخويا زعما صافي الله العظيم حشوف اخويا مذكر راني كنت كنستعمل واحد المصطلحات كنت كنستعملهم تبقى تموت بالضحك ولكن اللي كيسيني لي ولي مبغيتش نستعملهم بطل كضحكوا مع راسكم وصافي الحكمه ما شاء الله الحكمه ما شاء الله مين دارها ما شاء الله الله يحفظك خوتي الحباب تنحييكم جميعا كنحييكم جميعا الله يحفظك الله ينورك اخويا مذكر الله ينورك خويا مذكر درت واحد الفيديو كنتكلم انا على العقل الباطن كاين واحد الكتاب ممتاز للغايه جوزيف قوه عقلك الباطن ودرت واحد اذا سمحتوا لي غير نطرح واحد